بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية مسائية عطرة لكل مشاهدي ومتابعي قناة الشروق الفضائية داخل وخارج بلادنا الحبيب السودان، فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة في الموعد. وموعدنا اليوم يتحدث عن موضوع جميل، موضوع مختلف، فيه شمن الحضارة والإرث التاريخي القديم اللي كان قائم عليه اسم السودان كحضارات، وفيه من التجديد المعاصرة والمواكبة اللي بيجعل اسم السوداني دائما هو ممتاز ومتميز داخل وخارج السودان. الهوية دائما لما نتكلم عنها غير إنها بترتبط بشكل أساسي بالشخصية السودانية، لكن الحديث عن الهوية أيضا هو ممكن يكون انعكاساته في شكل مختلف، مش بس الشخصية لكن حتى على مستوى البيئة المحاوطة له اللي هو بيطلع منها بإبداعاته بإرهاصاته بإنعكاساته اللي بتكون على البيئة نفسها، أو إذا كان موجود في خارج الإطار ده فهو هيبدع. عشان كده السودان هو متنوع ومتفرد لاختلاف البيئات اللي هي أصبحت تدرس الآن في كثير من الجامعات في العالم. السودان أصل الحضارة، السودان أصل العمارة، السودان فيه كثير من الجمال الإبداعي على مستوى الشكل وعلى مستوى الشخصية السودانية. فالهوية في المعمار يمكن يكون مفهوم الناس تاخده بالفهم أنا مدى، لكن لها علاقة بهذا الموضوع. احنا سعيدين يكون معانا الهندسة المعمار الآن كاملة في ضيوفنا الأكارم داخل الأستوديو، فأهلا ومرحب بضيوفنا داخل الأستوديو. أهلا وسهلا بي باشمهندس محمد، وأهلا ومرحبا. بوجه مشرف شرفتنا كثير، يديك العافية. أهلا ومرحبا ببش مهندسة، أيضا هي متخصصة في مجال الهندسة لكن عندها كمان شوية دريبات لها علاقة بالموضوع ده في مسألة التطوير ومسألة تقديم الشيء المختلف على مستوى التدريب وعلى مستوى إدارة المشاريع. فأهلا ومرحبا بك أستاذة منى رضوان. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكم، وأنا سعيدة جدا أنه أكون جزء من البرنامج اللي يمكن يعكس شوية للمشاهد وللمشاهدين زي ما قلنا الحاجات اللي بتخص المعمار والهوية الموضوع اللي هنتكلم فيه بإذن الله في حلقتنا. أهلا بك. وضمهم برضو علاقة زمالة يعني في جامعات أو في أماكن مختلفة في مؤسسات معمارية مختلفة. فنبدأ بموضوع اللي هو علاقة باسم حلقة اليوم بالهوية. الهوية المعمارية معناها شنو؟ في الفهم العام ممكن الناس خلينا نقول تسرح بخيالها يعني بمفاهيم مختلفة، لكن من أهل الاختصاص ما هي الهوية المعمارية؟ تفضل. إذا تكلمنا عن الهوية المعمارية لازم في الأول قبل ما نقول الهوية المعمارية لازم في الأول نوري المشاهدين يمكن اللي بيتكلموا معانا إنه في فرق بين كلمة الهوية نفسها في الأول بعدين المعمارية. يعني الهوية في حد نفسها هي أي زول لما نقول له هوية اسمه نوعه جنسه اللي بيميزه من الزول الثاني. فبنلقى انه الهويات اصلا بتتدرج وبتختلف كثير جدا من هويه بتاعت مكان لهويه عمرانيه لهويه معماريه. صحيح. فلو جينا مسكنا الهويه المعماريه في حد نفسها حنلقاها مرتبطه ارتباط وثيق جدا بالهويه الثقافيه. نعم. فدائما ما بنقدر نعرف الهويه المعماريه قبل ما نعرف الهويه الثقافيه. صحيح. لانه الثقافه هي اللي بتاثر على المعمار وهي في النهايه روح المعمار. بالضبط. يبقى هي اللي حتورينا حسب ثقافه المجتمع، معتقداته، خلينا نقول دياناته، اعرافه، دي كلها هي اللي حتاثر لنا، حتكون لنا او حتشكل لنا هويته المعماريه. جميل. يبقى معناه انه الثقافه او خلينا المعمار هو انعكاس للثقافه بالضبط. السودانيه، فهي بالتالي اللي هما الاثنين يعني يعني خلينا نقول وجهين لعمله بالضبط. واحده يعني بالضبط. جميل. كده. حديث عن انماط العماره يعني في الهويه اللي ذكرتها وتفضلت بها باشمهندس منى، يعني خلينا نقول انه كيف التنميط ممكن يخدم لنا الشكل المعماري بالفهم المطلوب ده. نحن لما تكلمنا على الهوية يعني
مثلا لو عايز اتكلم عن السودانيين، انا بميزهم كيف؟ شكل التوبة اللي انتم متفضلين به، زاد العمة والجلابية. صحيح. كذلك الهوية في العمارة بتميز لك شعب من شعب، أو أمة أو عصر من العصور. صحيح. هنا إذا تكلمنا عن السودان مثلا، عايز أتكلم عن هوية. نحن جمال السودان في تنوع، أكيد. وما بقدر أقول لك هوية معمارية لكل البلد، لكن ممكن أتكلم لك عن عمارة النوبية، شكل مميز لعمارة الطين والتسليسات المعمولة في المباني بتدل صحيح. على الحقبة المعمارية القديمة اللي مرت على البلد، صح. والألوان المختلفة والألوان المختلفة، والمنتقاة بشكل معين يعني. الشرق، بيوت الرحل صحيح. من خيامهم ل بيوت الشعر الغريب والقطية. صحيح. فبنفس الوقت الحاجة اللي انت ممكن تميزي بيها الزول من لبسه، ده جاي من مكان، كذلك النمط المعماري بيميز لك ديات ومنطقة، بل ممكن تقرأ بيه حاجات كثيرة جدا عن طبيعة الناس وهل هم كريمين، إحساسهم بالفنون، ثقافتهم. يعني إذا تكلمنا عن النوبة وبيوت الطين والتسليسات اللي فيها، تحكي عن المسيحية، الأب الابن الروح القدس، كذلك زخارفهم، هم يعتقدوا كثير في السحر، وجود المراية في الحيط، عينك إذا جات في المراية ترجع عليك الحاجة اللي أنت فيها، كذلك حدوتة الحصان، التعاويذ، شكل المباني كلها تفتح على البحر، لأنه بيفتكروا إنه الخير كله بيجي من اتجاه البحر، كذلك الشر كله بيجي من اتجاه الصحراء من وراهم، الصحراء والجبل. فعشان كده خالص ما تلقي بيوت بتفتح على النيل، على الورى، على ورق، كلها تفتح على النيل، كلها على الخير النيل. كله صح. جاي من اتجاه صحيح النيل. صحيح. كذلك الخيام، إذا قلنا هي بتمثل ثقافة، فمن شكل الخيمة بتقدر تميز ثقافة الناس دي. يعني في الشرق غيورين جدا على نسائهم، فتلقى صحيح. خيمة البنات الصغار دائما إلا تدنقر ليها تحت عشان تخش، وفيها فلسفة عميقة جدا، إنك أنت أول ما تخش لازم تكون عينك الوطا عشان الجوا، إذا ما شافك ياخد راحته يستعجل. جميل. كذلك من شكل الخيمة تعرف الساكنة فيها عجوز ولا بيت صغيرة، إذا عجوز تكون باب كبير وفاتح، إذا صغيرة يقصر الباب. كذلك الرشايدة بيوت الشعر مفتوحة، صح. لكن فيها إحساس الرحابة، وهم ناس كريمين جدا، صحيح. والضيف عندهم ضيف الرحمن، صحيح. إذا ما أكرمته وذبحت له ربنا ما حيقبل ذبحك. فالعمارة ممكن تقربيها ثقافة شعب من صحيح. طريقة صحيح. شكلها، صحيح. وما بنقول بس بالشكل الخارجي، إذا دارنا نتكلم عن الشكل الخارجي بتكون ضيقت مفهوم العمارة. مفهوم العمارة كبير، من خامات، من راحة الساكنين، من المواد نفسها من المواد المستخدمة المستخدمة، والمستعملة في البناء المعماري، برضو المستخدمة. أيوة بيشكل نوع من الهوية المعمارية. أكيد. الكلام ده جميل وعميق جدا، وهو يعتبر مثال بسيط لسودان كبير جدا فيه، وفي كل يعني حتى المنطقة الواحدة إذا إحنا خصصناها جواها في تكوينات مختلفة تماما، عندها ثقافات عادات تقاليد بتختلف مع إنها ممكن تكون من نفس المكان. ده اللي بيخلي التنوع الجميل الموجود في السودان بياخد خصوصيته، بالإضافة لأنه إحنا شعب بنعتز جدا بعاداتنا وقيمنا، عشان كده بنلاقي إنه في أماكن كثيرة في السودان هي لا زالت موجودة. في ناس طبعا بتشوف إنه إحنا المفروض نكون يعني في نوع من الحداثة يدخل أو كده، لكن يمكن يسلب كثير أو يسلب كثير من الحاجات الجميلة العميقة اللي تفضلت بها يا باشمهندس. باشمهندس، سمونا من الكلام ده، كيف إحنا ممكن يكون عندنا دور كبير في تأصيل الثقافة السودانية المختلفة المتنوعة اللي فيها كثير من الإمتاع البصري والإمتاع الحسي، حتى الواحد لما يكون في مكان فيه فخار غير ما يكون فيه طين غير
الفكره نفسها اللي عايزه اقوله بانه بيوت الشعر بتختلف احساسها من بيوت الطين، بتختلف من انه دي كلها بتدخل في صميم عملكم وفي صميم دراستكم وتدريسكم. كيف احنا نقدر نواكب ده، ندخل الثقافه السودانيه في شكل الدراسه المعماريه؟ طيب، هو طبعا في حته، في تحدي مهم جدا يمكن ما بس على مستوى السودان عندنا هنا، يعني القصه دي شاغله العالم كله. يعني قصه الهويه بالذات والكلام اللي اتفضلتي بيه وحسي ده مهم جدا، لانه واحده من التحديات الكبيره انه الهويه، يعني كلمه الهويه مربوطه بالثبات في حاجه محدده. ايوه، يعني انت تحافظ على اصاله معينه، صح، وفي نفس الوقت احنا حاسه في عصر بتاع عولمه وفي تجديدات كثيره، فكيف انت تقدر يعني تعكس التجديدات بتاعتك دي وفي نفس الوقت انت محافظ على الهويه حقتك. صحيح، القصه دي شاغله كل العالم حوالينا. احنا بنقول هنا في السودان عشان نقدر نحقق الكلام ده كمعماريين برانا ما بنقدر. المجتمع كله عنده دور. صحيح، وفي مقوله مهمه جدا دائما بيقول لك المعمار الجيد بيحتاج لعميل جيد. يعني احنا لو المجتمع متكافئه جدا بالضبط كده، أيوة. احنا ولو المجتمع ما ساعدنا وترفع الوعي المعماري عند المجتمع نفسه، احنا برانا ما بنقدر نعمل حاجه. دي ممكن تجي كيف النقطه دي تحديدا؟ النقطه دي بتجي كالاتي. اول حاجه يمكن انا بنادي بها المعماريين ذاتهم انهم هم ما يجيفوا. احنا يمكن اتفضل البشمهندس في البدايه وقال انه العماره هي تلبيه لاحتياجات المالك للاماكن ولتحويل المتطلبات لمكان ولحيزات ولكلام زي كده. أيوة. لكن المعماري ما ينساق تماما وراء الرغبات بتاعت المالك على اساس انه هو ده المالك بتاع العقار او المالك. يعني احنا الليله لما هنتكلم عن الهويه، معليش ارجع عن الحته دي شويه، حناخد يمكن في حوارنا ممكن ناخد المسكن، لان احنا لو تكلمنا عن الهويه ده موضوع كبير. صحيح، فاحنا ناخد المسكن كنموذج، لانه المسكن هو اصل العماره. صحيح، يعني اكثر من اي حاجه. فعشان كده دائما هتكلم عن علاقتنا احنا بملاك المساكن. فالمسكن ده فيه احتياجات معينه، لكن انا كمعماري لو مشيت وراء الرغبات بتاعت المالك بدون ما انه انا اخد فيها روح المعماري، صح، وبدون ما اوريه الحاجات دي، حتكون كارثه كبيره جدا. حتكون عباره عن تنفيذ لشيء محدد بيخلو من الجانب المعماري الجميل. بالضبط. وفي معماريين عالميين، احنا ما حنقول يعني على المستوى العالمي ما بس على مستوى السودان، هم خلينا نقول اقل كفاءه في المعمار او مارسوا المعمار باقل كفاءه او بكفاءه اقل، نتجت منها التشويهات اللي احنا شايفينها حسي والتنميطات والتكرار، بحيث انه بقت المباني اللي انتم حسي شايفينها وبنمر بها بقت بتدعو للكآبه. عكسي من انه احنا زمان كنا بنقول انه المفروض المعمار ده هو اللي بيدي الحياه، صحيح، للمدينه بتاعتنا. فاحنا عندنا دور، المالك عنده دور انه ما يتدخل في الحاجات الحيويه، ينصاع شويه، لكن الدور الاكبر على المعماري. صح، لانك انت لو ما قدرت تقنع العميل اللي قدامك، تقنعه بالفكر بتاعك وتخط عليه والروح حقتك، ما حتقدر. ما حتقدر انك انت اصلا او ما المفروض يسموك معماري. فده دي روح العماره المفروض احنا نعملها. دي افتكر برضو لها من جانب ثاني باشمهندس، أيوة، لها علاقه بالعميل او الزبون ده. أيوة، اللي بيفتخر جدا لما الناس يجوا يباركوا له بيته يقول والله انا صممت البيت وانا اللي عملته ودي فكرتي ودي كده. فتقمص الزبون للمهندس المعماري هي نفسها عمليه ما متكافئه، يعني انه المفروض هو يكون عنده فعلا رغبات وعنده حوجته معينه، داير تفاصيل حاجات محدده، لكن أيوة، الجانب الهندسي ده المفروض يكون على المهندس. فافتكر انه برضه ده مساله توعيه برضه للزبون العادي بانه هو بعدين احنا فقدنا حته مهمه جدا في حته المسكن. زمانك المسكن كان مرتبط بالمكان. يعني كان المكان ده عزيز جدا على الانسان. صحيح، يعني صعب جدا انه زول يهد بيته. صح، حاليا المسكن بقى حاجه تجاريه. فبقى سهل انك انت تهده، سهل انك انت عشان تزيله. ما فيه روح، لو فيه عشان روح، ما فيه روح بيكون عزيز على سيده. بالظبط كده. ويمكن دي برضو اثرت عليها كمان، نحن عشان يعني نكون خلينا نقول عادلين اكثر، اثرت عليها اكثر الهجرات الكثيره. صحيح، فالناس رجعت من برا، زي ما تفضل البشمهندس في البدايه كان بيتكلم عن حاجات، عن شكل العماره في الشرق وفي الغرب وفي والبيوت تحت الطين والفاتحه على البحر. والناس لما رجعت من برا
بقت مستوطنه في حتات معينه وبافكار من برا. ايوه مفهوم البيت الواحد والحوش والبلم الجد والاحفاد صح. والتكوين الاسري يتغير صحيح. بقى ما كانت من البيوت الكبيره ومنفاجات لانها بالضبط بقت كده تقيل تقيل ابتدت تبقى لشقق، ابتدت تبقى بلوكات قدامنا ماشي بطريقه معينه. دي كلها حاجات احنا لازم نحاول نحافظ عليها، لازم نرجع زي ما قبيلك قلنا هويتنا المعماريه ناتجه من الهويه الثقافيه حقتنا صحيح. ما ناتجه من حاجه تاني. الهويه ذاتها هي في النهايه بتبقى اسمها هويه المكان، لانه احنا بيكون عندنا حاجه اسمها هويه معماريه، عندنا حاجه اسمها هويه العمران صح، وبعد كده عندنا هويه المكان. ايوه فالهويه المعماريه دي ناتجه من من شكل المبنى، من الحاجات الاقليميه حقتنا. قد تكون في مباني قوميه صحيح. بعد كده لما نيجي نقول والله الهويه المعماريه دي بتجي تشكل لنا العمران، هويه العمران اللي هي دي هويه المدينه صحيح. الشوارع، التخطيط بتاعها، مكان الاسواق وين، مكان حاجه مهمه جدا دائما هي بتحقق الهويه دي في اي عصر. لو عاينا لتدرج العماره في العصور كلها والانماط، يمكن المعتقد الديني هو ده اكثر حاجه بتخلينا نركز في الحته دي. قبيل كان عندنا ونسه جميله كده يعني حقيقه قبل ما نبدا تسجيلنا مع ضيوفنا الاكارم، يعني بشمهندس كانت ناقشنا في نقطه جميله لها علاقه بسلوك المواطن نفسه، وانه المعمار كان عنده دور كبير حقيقه انه هو يحدد هذا السلوك حتى على مستوى الرقي بالمفاهيم، رغم العصر كان قديم جدا. يعني حتى احنا كان يمكن افردنا مساحه تكلمنا فيها عن سواكن، وتكلمنا انه كيف انه ممكن تكون الاسواق معينه برا، انه الشكل قدام البحر يكون شيء مختلف. فانا قصدي انه نجيب الموضوع اللي له علاقه بالمعاصره، لانه المعاصره دي برضه فيها كلام زي كلمة هوية برضو كلمة معاصرة، لأن إحنا بنرجع للحقب القديمة وللحضارات القديمة بنلقى إنها كانت معاصرة جدا، حتى في أفكار الآن هي بتقوم حقيقة على الحضارات دي. فخلينا نتكلم على مسألة المعاصرة ومسألة السلوك اللي بيجي نتيجة عن أو بيجي هو كمان يكون كمؤثر للمعمار. طيب نحن في كلامنا عن الهوية والمعاصرة، احنا اذا تكلمنا عن العمارة من شكلها الخارجي بنكون افرقنا المعمار من مضامينه. نحن علاقتنا بالمعمار ما فقط واجهات، لكن المدينة كعموم، واذا اخذنا يعني ارجع لك من سواكن وجد قدم شوية. أيوه. أيوه. السواكن يعني جزء من المعمار الأصيل، لكن فيه الروح التركية بحكم التاريخ اللي بدت فيه، فكانت نموذج. حتى الناس بتتكلم عن إنه أقدم من كده كثير، في كتب طبعًا عن الرحالة صحيح. البرتغال صح. في خواجية اسمها روس فينيغان وصفت المنطقة من بدري جدا، من قبل 1900، يعني بيحكوا عن إنه أول مرة تشوف فيها شوارع مضاءة، مباني متعدده الطوابق، الرتاين لو كده الرتاين كان أيوة. صحيح. مرابط الابل بر المدينه. المباني ذاتها متعدده الطوابق متعدده الاستخدامات، تحت دكاكين، فوق ليها مكاتب، فوق ليها سكن. ارثنا المعماري المعاصر، احنا عندنا ارث معماري ضخم مقارنه بالجيران وبالمنطقه الشرق الاوسط. يعني اذا مسكنا بس شارع واحد، شارع الجامعه ده، فيه ارث معماري البروش ما تجيبه صحيح. يعني اكثر المدن والعواصم صنعت ما بتقدر تجيب، لكن هل نحن موظفينه صح؟ هل احنا حتى بنحافظ عليه؟ ما قاعدين نحافظ عليه، ما قاعدين نحافظ عليه. وللاسف الشديد يعني في مباني مش اثريه ممكن تكون متاحف، لكن صح جرت عليها عوامل زي الهدم. يعني ممكن ناخذ مبنى دار الوثائق خساره كبيره الجمهورية. كذلك حتى الباقيه الليله، يعني اذا اخذنا من القصر الجمهوري وجامعه خرطوم، وجامعه خرطوم ممكن تكون هي نقطه التحول في العماره، لانه بنوها الانجليز، والانجليز يعني عملوها حاجه تضاهي مبانيهم القاعده في لندن تخليدا لذكرى الرجل العظيم غردون. فكان وراعوا فيها العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية. الناس ما مشوا
لحاجات بعيدة، كلها كانت لود بيرنج، يعني طابق صح مبني على الطوب فقط. صحيح. فده بدأت هنا، من هنا النقلة المعمارية، شكل حتى البرندات والآرشات. على النقلة بعد كده بقت مستوى التهوية، يعني العوامل انه برضه التهوية. انه فاتح من وين، الزول بيدخل المكان بيحس ببرودة مع انه ممكن يكون برا فيه العامل الطقس ساخن جدا، ففعلا كان في حتى مواصفات بتوائم فعلا السودان، حتى المدارس القديمة برضو، يعني خلي الجامعة الخرطوم يعني ايوه، او ما وضعية احنا اخذنا صح. الدين كنقطة تحول، وبعد كده حتى خريجينها كانت بيوتهم هي برضه نقطة تحول ثقافية. كان بيقول دكتورنا أستاذي هاشم خليفة، بيوت الأفندية كانوا يغنوا البنات بيقولوا لها الحجل بالرجل يا الأفندي سوقني معاك. حتى بعد كده انتقل الشريط اللي بيجوا فيه موظفين خريجين الجامعة بعد مستشفى خرطوم، الخرطوم واحد، بقت صحيح اتكلم عن بيوت الموظفين صحيح والخريجين، صحيح بقى الناس يغنوا الدكاترة يا أولاد الهنا، والمهندس جو عمل البناء. فدائما النمط جاء الشكل المعمار، الفيلا حياة صحيح ما كانت صحيح موجودة، صحيح فبقوا يشوفوها، وبقت الأغاني دائما مرتبطة طبعا، أيوة حلم حقيقي. أكيد الناس دل أكيد ما بيمروا عبر قنوات تهذب لهم كلامهم، بيقولوه زي ما هو، صحيح. فكانت دي أشواقهم الحقيقية. نرجع لسلوكنا نحن مع مع الهوية بتاعتنا المعمارية المعاصرة. هل في ضابط أو جهة حكومية بتحكم التطوير؟ هو ما قاعد يحصل تطوير، لكن بالعكس بيحصل يعني تدمير، ممكن صح. نقول في أجمل واجهة ممكن تتجدى الواجهة عشان يتركب مكيف في السرير للأسف للأسف لموظف صغير. للأسف فالجهة الرقابية نحن ما قدرنا حافظنا عليها، صحيح لكن إذا عايزين نتكلم عن هوية نحن أصحاب هوية أكيد بكل بلا شك المقاييس. صحيح يعني إذا تكلمتي بس عن الحوش، الحوش ده مميز جدا طبعا وعنده استخدامات عديدة، صحيح بيدروم بننام صحيح فيه، صحيح دايننج روم بناكل فيه، صحيح مناسباتنا قاعدة تكون صحيح في الحوش، ممكن يكون غرفة اجتماعات صحيح بنقابل فيه الضيوف، بيبقى أكيد هول بيبقى صالون. صحيح. دي حتة ما قعدنا نلقاها محكمة، كثير من الناس الناس. بتحل أيوة فيها مشاكل المدينة، يعني في بالضبط. كثير من الحاجات اللي ممكن أيوة. تكون عندها تأثير. فنحن ديفنتلي أصحاب هوية معمارية متميزة، بالرغم من إنه زي ما تفضلت الباشمهندس حاسة قالت إنه يعني حصل عليها تطور ببنيان المغتربين صحيح والسيفتي المفروض يكون في المكان. يعني قبل الستينات كان بتلقى البيت أول ما تخش تلقى صالون، من غير الصالون حتى لو جيت عاينت البيت الأوضتين خلف إخلاف المدخل للرجال، الزول المقطوع ممكن يخش صح لعوامل السيفتي والسرقات. بعد الستينات بدينا في التقفيل ليا وللمغتربين ومتطلباتهم، زي ما تفضلت الباشمهندسة بقت تخش مواد بناء جديدة أضافت أو خصمت، لكن غيرت في في الشكل أنماطنا. العام نعم لكن اللي حد كبير نحن نقول لغاية هسه نحن محافظين على هوية، لكن ببعض التحفظات على نعم مناهجنا. نعم نعم يبقى دي نقطة حقيقة هي مهمة جدا، يعني الفكرة اللي لها علاقة بأنه احنا عندنا إرث معماري قديم بروح سودانية خالصة مع مراعاة عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعاتنا وقبائلنا وكل الأمور دي اللي هي بتظهر فعلا بشكل كبير في روح المعمار اللي احنا بنكون ساكنين فيه ده. جات بعد كده انت عارفه احنا بنبدا بشنو؟ بنقول كلام وبنحس بنوع من التناقض، يعني احنا قدر ما عندنا الحاجه الجميله دي ليه يكون في تلوث بصري؟ مع انه نحن عندنا كل الجمال اللي بيخلينا من الدول اللي المفروض تكون هي حقيقه قبله، انه الناس دي كلها تجي عشان تشاهد وتشوف التنوع الجميل ده، ففي تلوث بصري كيف احنا نقدر نلغيه وكيف احنا نقدر نحافظ على الكلام الجميل اللي انتم تفضلتوا بيه؟ تفضلي يا باشمهندس. يمكن زي ما بيقولوا جيتيني في الوجيعة. التلوث البصري ده نادينا كتير كتير بأنه ما يكون في تلوث بصري، لكن لازم نرجع خطوات لورا. يعني عشان نتكلم عن التلوث البصري، الأساس حتى قبل الهوية
الأساس التخطيط. أيوة. ممكن في ممكن حاجة نوضح حوزة تلوث بصري، لأنه يمكن الناس تقوم مرتبطة بإنه تلوث بصري بيئي، لا إحنا أيوة بنتكلم عن تلوث بصري تلوث بصري معماري. بتقع عليه وعينك. فكيف؟ أيوة. يعني إحنا لما نرجع لكلام التخطيط بنقول أول حاجة أنا بقيم بها المدينة، في حاجة اسمها السكاي لاين اللي هو ده خط السماء. إحنا بنشوف وين بالحاجة البسيطة، خلينا نقول عشان يفهموها المشاهدين. زمان في الكروت، زمان كان كل زول بيسافر حتة بيقوم برس الكريت من الحتة اللي هو فيها لأهله. صح صح. دائما الكريت بتكون فيها واجهة المدينة. صحيح. ده سكاي لاين. صحيح. بتاع المدينة. صح. حتى الطوابع نشوف كان برضه عندها أيوة شكلها بالضبط. كده. أيوة. فده واجهة المدينة. أيوة. واجهة المدينة دي لو جيتي أسقطتيها كواجهة بتلقيها ماشية بتدرجات محددة. صح. حتات فيها مباني عالية وحتات فيها أقل وتدرج صح. معين. صحيح. والسكاي لاين بتطور مع المعاصرة ومع الحاجات دي. إحنا ما عندنا سكاي لاين في السودان. ليه؟ ليدي أنا دايرها بشي من التفصيل عشان ما طيب. نقوم نقطع، ناخد فاصل ونجي راجعين، لأنه الكلام ده مهم وضروري جدا على كافة المستوى. المستوى ده له علاقة بالتخطيط، له علاقة بما بس المعماريين، لكن دي حاجة خلينا نقول له علاقة بالحكومة، وله علاقة بالتخطيط، وله علاقة حتى بسلوك ومفهوم المواطن. فاصل قصير جدا ونرجع لكم إن شاء الله نكمل الحوار المهم ده. تفضل معنا. بجد ارحب بكم مشاهدي الكرام، اهلا بكم. موعدنا اليوم جميل حقيقه، فيه كثير من الحديث وفيه كثير من الاحساس بالثقافه السودانيه والحضاره السودانيه والمعمار السوداني الاصيل اللي احنا بنتكلم عنه من حضاراتنا القديمه، واللي استند عليه كثير من العلوم الحديثه، وبالتاكيد الشخصيه السودانيه الجميله المتميزه اللي هي دائما بتحب التجديد وبتحب الشكل العصري مع الاحتفاظ بعاداتها وتقاليدها وهويتها السودانيه. بس احنا حابين إنه نضع نوعا ما كثير من المفاهيم في مكانه الصحيح، ونقدر نحافظ بالفعل على يعني معمارنا السوداني الجميل مع المواكبة والمعاصرة لدولة حضارية على كافة المستويات. أهلا بكم مشاهدينا في حلقتنا، وبالتأكيد نجدد تحايانا وترحابنا بضيوفنا الأكارم داخل الاستوديو. فأهلا وارحب بك مرة ثانية بشمهندس محمد الطيب إبراهيم، وأهلا وارحب بشمهندس منى رضوان. قبل الفاصل كان عندنا كلام، بدينا نخش في كلام هي اسمته بانه دي تجيتني في الوجيعه، فالوجيعه اللي احنا حابين نعرفها انه في كثير من المشاكل اللي ممكن تكون نوعا ما موجوده رغم الجمال اللي احنا ذكرناه. فبدينا نتكلم عن شكل الحضاره. ايوه المعماري. فتفضلي واصل. الحاجه يمكن اللي احنا ابتدينا بها المهمه جدا، انه عشان اتكلم عن الهويه المسؤوليه في الاول في التخطيط. صحيح. احنا تكلمنا عن عن حاجه اسمها السكاي لاين. صحيح. اللي هو ده صحيح. أول من مخطط هيكلي، يعني المدينة المفروض أصلا تكون مخططة، معروف كل حاجة قاعدة وين، معروف السكنات بتاعت الجيش في مكان، معروف المباني السيادية وين، الوزارات وين، الأسواق وين، المباني السكنية بتدرجاتها، يعني المباني زي ما زمانك كانت فيه مخططات درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة. أيوة. أيوة. دي كانت بتجي من شنو؟ يعني الناس لو فكرت إنه ليه درجة أولى ودرجة ثالثة؟ عشان درجة ثالثة دي مباني كلها طابق أرضي وأول مثلا، ما ممكن أنت تيجي تعمل لك عمارة في نص حي زي ده عشان تكشف بها الناس. صحيح صحيح. الليلة الكلام ده بيجي ما حاصل. صح. بيجوا احنا في مخطط خلينا نسميه درجة ثالثة، بنلقى في ناس بتمشي تعمل استثناء وتعمل تصديق عشان تحسن أرض محددة وتعمل برج أربع ناس طوابق. درجة ثالثة بالكامل. احنا تكلمنا عن مسألة المغتربين، فبيجوا بيهدوا بيوتهم القديمة وبيبنوها بدون ما يعاينوا للمخطط الهيكلي. صراحة المخطط الهيكلي ده حصل له أبديت أربع مرات. أربع مرات احنا بيحصل، يمكن آخر أبديت اتعمل في 2010. اتعمل على اساس انه ايوه في 2010، لكن للاسف ما تنفذ. على الرغم من انه اجازوا مجلس الوزراء وكان المفروض يتنفذ، والمفروض تتنقل زي ما قلنا السكنات تحت الجيش في مناطق معينه، ويبقى شكل المدينه مختلف. يعني اتعمل حوالي 300 مشروع حضاري كان المفروض يتعكس، لكن ما تنفذ منه حاجه وما شاف النور. وكمان مش بس كده، للاسف انه حتى القاضي
اتحجزت للحاجات دي تم بيعها. يعني هي ذاتها اتباعت، وده طبعا فيها مسبب اساسي في ده كده عمليه. احنا بنقول ايوه كده بنقول التخطيط اتدمر، التخطيط اتدمر. ايوه نقوم نجي نمسك الجانب الثاني مراقب، خلاص احنا كده ما عندنا تخطيط. طيب نجي نراقب القدر الفي. أيوة. القاعد. أيوة. وين الجهات اللي بتراقب؟ يعني احنا عندنا مثلا الوزاره تحت التخطيط اللي هي اسمها وزاره التخطيط العمراني. صحيح. كان اسمها كده. صحيح. لانه احنا لما نقول العمران زي ما بيل قلنا بيختلف تماما من المعمار. بالضبط. لكن المعمار بيكون العمران. صحيح. يعني دي العلاقه بيناتهم. فانا لما نجي اقول والله الوزاره المفروض زي ما عندها لائحه بتاعت بناء، زي ما بتقول بتحافظ على لائحتها وبتقول ارجعوا من الشرك كم ومن الغريب كم، ايوه المفروض يكون عندها كود بتاع مباني. يعني احنا المفروض تكون عندنا تشكيل بتاع واجهات محدد بالوان معينه في مناطق محدده. عشان ما اي زول يعمل الحاجه اللي هو عايزها، عشان يجينا التلوث البصري اللي قبلكم بتتكلمي عنه. صحيح. انا اجي مره بالعربيه اقوم اشوف بيت بالبرتقالي خمسة طوابق، جنبه أقوم ألقى بيت طابقين معمول باللون الليموني، بعده ألقى حاجة سدابة، أكيد أنا ما حكون مرتاحة. صحيح. ده اللي بيحكمه منه، ما كل مالك جايب زوجه. صح. لكن أنا لما ألقى فيه كود وألقى فيه قانون يتطبق وألقى فيه لائحة تتطبق بيبقى الوضع مختلف. بنرجع بعد كده نقول إحنا كمجتمع ما إحنا دور الجهات الرقابية غايب. التخطيط اصلا انتهى. أيوة. وجات الجهات الرقابيه غابت، بل بالعكس زي ما تفضل الباشمهندس قال احنا هدمنا مباني اثريه. صح. نجي بعد كده عشان نعمل نشتغل حاجات ما حقتنا وما بتشبهنا، نجي بعد كده نشوف دورنا احنا كاسر. يمكن حسي قامت شويه خلينا نقول نزعات في الاحياء. في تجارب يعني الايام دي بالذات في تجربه احنا مارين بيها في واحد من المربعات بتاع البحري حقت الحلفايه، مربع يمكن اسمه 26. ففي نزعه من ناس المربع نفسهم انه يخلوا الحي بتاعهم نموذجي، يحافظوا على الهويه. اتفقوا على انه الشوارع الرئيسيه كملاك يتفقوا فيها على الوان محدده للواجهات. تشجير بطريقه معينه. أيوة. حاجات ترجع لنا الروح السودانيه في شكل معاصر، على الرغم من انه اغلب الملاك ما من السودان. أيوة. أيوة. لكن برضهم كانوا اتواءموا في الحته دي لانه الانسان صراحه ملا. صح. المجتمع ملا زي ما قلت من التشوه البصري الموجود. صحيح. صحيح. يدينا مع بعض. صح. عشان نقدر نتخلص من التشوهات البصريه. صحيح. الجهات الوزاريه، الجهات اللي عندها القرارات لازم تكون حاسمه جدا في القصه دي. صحيح. لازم يجوا اهل الخبره يا جماعه. ايوه يعني انا ما ممكن اجيب زول ما عنده اي علاقه بالمعمار واقول له امسك صدق لي خريطه هيكليه او مخطط هيكلي عشان وتبر اي حاجات خلفيات سياسيه او وتبر يعني. صح. انا لازم اجيب زول معني بالموضوع مكوي بنار العماره. صح. عشان احنا حاليا واحنا مارين في شوارع الخرطوم ما حنعرف انه دي الخرطوم. صح. يعني الباشمهندس لما اتفضل قبل شويه وقال انه المفروض الهويه توريك انت وين. بالضبط. ما في حاجه اسمها أنا ما عايز أطول كثير في النقطة دي، لكن في حاجة اسمها هوية موجهة وفي حاجة اسمها هوية غير موجهة. الموجهة دي اللي بتعملها الدولة. أيوة. بتفرضها بتخطيطها وبحاجاتها إنه أنا أجي أعرف إنه أنا وين. أيوة. أيوة. والما موجهة دي زي اللي بتجي بطبيعة تفاعل السكان مع بعض، اللي هي البيوت حقت الطين وبتفتح. أيوة. على البحر. ده طبيعة الحياة. أيوة. غير موجهة. أيوة. بتنتج لي هوية غير موجهة. أيوة. لكن خلونا نقدر على الهوية الموجهة. صحيح. دي صحيح. صحيح. نحافظ عليها ونشوف احنا المفروض لما نكون في السودان نعرف احنا في السودان. بالضبط. مبانينا السيادية لازم تعكس روح السودان. صحيح. يعني امسكي مثلا احنا الليلة عندنا انا حقارن مقارنة بسيطة بيننا وبين مثلا مصر. احنا الليلة لما نيجي نتكلم على مستوى مثلا المباني الماسكنية، لما نيجي نتكلم عن البنك المركزي، بنك السودان، هل بيعكس اي روح من روحنا احنا بتاعت الثقافة؟ ما بيعكس. لكن تعالي شوفي بنك مصر مثلا حتلقى الوضع مختلف، الحياة الفرعونية، الأعمدة. صحيح. موجودة. صحيح. فيه روح الثقافة حقتهم. أيوة. أيوة. لكن إحنا المبنى عبارة عن فولترون كلادينج. بالضبط. بالضبط. ليه إحنا بنستخدم حاجات غير متناسبة؟ وبيشبه غيره. بيشبه غيره. ما فيه شيء للتميز. ما فيه الحاجة تخلينا إحنا لسه متمسكين ما عايزينها تروح مننا بالمعتقدات. مبانينا الدينية لسه فيها العكس. أيوة. إذا كانت كنائس أو جوامع أو لسه فيها الروح حقتنا. بتمنى إنه
ما تسيطر عليها. يعني انا خايفه جدا من انه بعد شويه اجي الجا الجوامع اشكالها اتغيرت، بيفهم العولمه وبيفهم المعاصر وبدت حقيقه يعني موجوده. ايوه صح. ونغير الحاجات الاساسيه والافكار الاساسيه في ارثنا. المعاصره ما بتعني انه احنا نبعد من الارث، ودي الحاجه اللي بتخلي الانسان ما مرتاح. صح. يعني حاسس الانسان لما يكون في اي حته ما مرتاح بيقولوا له شنو؟ ارجع فتش هويتك. صح. عشان ترتاح. صحيح صحيح والله. دي نقطة أكثر من مهمة، لأنه عارفة دخلتنا وين؟ دخلتنا في جانب له علاقة بعلم النفس حقيقة، بنفسية الإنسان اللي بيكون ساكن المكان أو الزائر المكان. عشان كده في مدن معينة وعواصم معينة بقول لك والله دي مدينة كذا، من ما يجيبوا لك اسم العاصمة بتجي في بالك حاجة معينة حتى لو ما مشيتها. مظبوط. على الصور بس انت تشوفها ممكن. أيوة. تشم ريحه المكان. مظبوط. وده ما بيجي الا من العماره. أيوة. واللي ما بتجي الا من الروح هو بتكون من المعمار اللي بينزلها بالشكل ده مع المحافظه زي ما تفضلتوا بالارث الموجود بالحضاره الموجوده غير الحاجات المصنوعه. يعني انه نحن مفروض من الحاجات الموجوده زي ما تفضلت زي البنك السودان انه يكون فيه حاجات فعلا تعكس هويتنا، فنحن بنصنع صناعه لانه احنا اصلا عندنا تدمير لاثارنا. يعني احنا ما محافظين عليها، لكن لما نجينا وعينا انه الاثار دي قيمتها كبيره كيف لانها بتشكل حضاره، فليه ما نحن نعملها بطريقه نعيد هيبتها ووجودها، يعني عشان المجتمع السوداني يكون عارف ارثه ومرتبط به وشامي الريحه وحاسب بالنكهه دي. فده النقطه اللي بتخلي ممكن الناس يقول لك احنا بنرتاح في الريف اكثر من الخرطوم، لانه فيه جوانب مختلفه وفيه اشكال ممكن تكون واضحه بالنسبه للناس، ملامح كل مدينه بتختلف من الثانيه. المحددات شنو يا باشمهندس اللي انت شايفها اللي هي ممكن يعني توجه التوجه الصحيح اللي ذكرته تفضلت به باشمهندس منى؟ يعني احنا دايرين ناخد لنا كده مؤشرات مهمه، حاجات اساسيه احنا ممكن نمشي من هنا عليها. يعني احنا بنتكلم الآن عن ثورة، بنتكلم عن ثورة مفاهيم، فثورة المفاهيم دي هتجي الأساس موجود بس إحنا نوضبه بالشكل المطلوب. شنو الحاجات اللي أنت شايفة محددات ممكن تكون موجودة؟ طيب السؤال ده كبير جدا، لكن خلينا أبدأ لك أرجع من وجعة الباشمهندس منى، لأن الوجع واحد، الوجع راقد، الوجع راقد. لكن احنا دارين يكون بعد ده. لا خلاص نتجاوز الوجع ده ان شاء الله ونخليها فرحه وبهجه ان شاء الله للناس. اتفضل. ان شاء الله. قالت الجهات الرقابيه وبنفقد اثار ومباني اثريه. الجهات الرقابيه اللي قاعد كامله هم، هل هم احسن ناس في المجال في العماره او ممكن يكونوا حرس للمباني وللحياه بشكل هويه؟ ابدا ده ما حاصل، لانه اساسا الراتب ما بيخلي زول بقامه اساطين العماره يقعدوا في خانه زي كده. فدي واحده من الحاجات المهمه انه تخط رقيب بيعرف قيمه الحاجات اللي قاعده. ما هي دي مواصفات الرقيب ذاته شنو؟ والمفروض يكون لانه معماري يكون اي رقيب زول، اي زول يجي يشغل مكان ما اي زول هو في المعماريين وفي الدكاتره المعماريين ما اي زول، مع ان احنا عندنا قامات لا يستهان بها. يعني انا بتخيل استاذي بروف هاشم خليفه عنده كتب تتكلم عن الثقافه وعلاقه الثقافه بالعماره، وبرغم انه حضر برا السودان، حضر في لندن وكان استاذ في جامعه السودان وفي جامعه الخرطوم وفي عدد من الجامعات، حسه تكلم كلام ممكن والله يبقى مراجع. هذا كلام جميل وموجود ولا زال عطاؤه مستمر. ربنا يديه الصحه والعافيه وتحيه يعني له حقيقه ولعطائه يعني من هذا المقام. نعم. ويعني يعني له اثر كبير في تكوين شخصيتنا وفي انه احنا نتفتح في علاقه الثقافه بالعمران. نعم. فيبقى كونك تخط الزول المناسب في الجهه الرقميه زي ما انت بتتفضل هنا في قناه بتجيبي احسن زول مبدع بيحكس للناس، كذلك المعمار حاجه ملموسه. الباشمهندس قبل شويه قالت في تلوث بصري، حاجه ممكن تاذيك انت لما تشوفها. صحيح. تاذيك بتاثر على ادائك وبتاثر على مودك وبتاثر على انتاجك وبتاثر على حياتك. ممكن يعني ممكن تفضل اكثر من كده. صح والله. صحيح. لو قالت لك هسه في مباني الدرجه الثالثه قام مبنى اربع طوابق وكلادنج ومع شمس الشرق، ممكن يكون مستشفى يعني ما له خزات، ممكن يكون في مكان. مع شمس الشرق انت جاره البيت ده، كده تخيلي شكل بيتك وقدامك واجهه زجاجيه او كلادنج عكس لك شمس الشرق في بيتك، صعب جدا حتعمل شنو؟ حتبيع بيتك؟ اكيد لا. كذلك مبنى زي ده لو بقى موجود في ناس مجبوره مضطره تقعد برضه، ممكن يكون جوا جامعه
فانت بتخلق وجه طارد زي ما اتفضلت الباشمهندس، ان الموضوع ده داير تضافر جهود، يعني ما معماري اناني عاوز اخلق شكل جميل يتحسب لي في تاريخي. انت تكلمت عن يعني علاقتك وحميميتك مع الحاجات اللي انت صممتها، فما بيكفي انه انا اكون خلقت حاجه جميله لي وللمستخدمين بتاعني وتاثيري سلبي على الجيران. صحيح. حتى بالمناسبه على مستخدمينك ما حيكون تاثيره جيد، لانك انت محتاج كميه الطاقه تتضاعف، التهويه الكلادنج حيجيب سخانه للناس صحيح. جوا صحيح. خلاف اللي حيديها حيوزع على الناس اللي برا. النمط المعماري اثرت فيه ولا المناهج قامت كلها على فكر حداثي، ففقدنا كثير من عناصرنا. زمان كان في بنياننا بتلقى الارتفاع 5 متر، التهوية جيدة جدا، صح. الغرفة مساحتها واسعة، الشبابيك كبيرة جدا صحيح. أكثر من متر ونص، الحوش فيه الزراعة من مثلا الزراعة أشجار والمزيرة معينة والمزيرة. والبرندة بتبرد الهواء. صحيح صحيح. لكن كمان جات عوامل في فترات بعد الستينات زي السرقات مثلا، خلت الناس بدأت تقفل البرندات، وكذلك قدوم المغتربين، وقلنا استحداث مواد البناء الجديدة، صحيح. خايفين على السيراميك يتوسخ فيقفلوا من برا، فخلقت يعني ما بنقول تشويه للهوية نمط لكن جديد، نمط هو جديد، نمط جديد. نمط جديد نقدر يبقى نقول. انه الحديث ده بخلينا نقول بانه ما نحن ما هنقدر نرجع ورا ونقوم نرجع البيوت بالشكل القديم، لانه خلاص الان احنا عندنا واقع، والواقع ده كمان مش ماشي في حتة البيت اللي بقى مقفل ده، هو ماشي ضيق يعني الوقت من الشقه ذاتها بقت استوديو، فاحنا دلوقتي بقينا في حته واقعيه جدا. كيف احنا نقدر بشكل معاصر بشكل بيضمن البيئه والمناخ يعني يكونوا حاضرين في الشكل المعماري الضيق ده وال فيه حقيقه نوع من التضييق ده، لكن نقدر نخلي فيه شيء. يعني احنا بنتكلم زمان عن المدارس القديمه حتى اللي بيدرسوا فيها ما فيها مروحه يعني، أيوة. وبتلقى فيها تهويه جميله والجو بارد والناس مرتاحه، عكس الان اللي بيكونوا في مكيفات ممكن حتى يكونوا حاسين بكتمه نفس. فكيف احنا نقدر نراعي اجواءنا المناخيه مع التصميمات الحديثه؟ يمكن في الحته دي هنرجع تاني نقول نتكاتف، لانه المعماري براو ما حيقدر، المعماري براو ما حيقدر، عايز في البدايه سياسات. احنا ما عندنا، خليني ارجع سنة صغيره كده، اتفضلي، للحته بتاعت الشقق الضيقه والاستوديوهات والحاجات دي. ايوه. احنا ما عندنا اي مبرر كمعماريين، انا ما حقول كملاك، لانه الليله المالك ده لو لقاني انا كمعماريه ما حصمم ليه والحاجه اللي في راسه، مشى للمعماري الثاني ورفض، ومشى للثالث ورفض، والرابع عمل ليه والحاجه اللي عايزه ومشى بيها للوزاره وابى التصدق ليه، ما حيقدر يعمل ثاني كده. صحيح. لكن هو لانه لاقي استبهلاليه ايوه في كل شيء، وما لقيت عندك بلقاه عند غيرك. بالضبط. احنا ما عندنا اي مبرر لاننا نضيق المساحات. صحيح. لانه احنا ما عندنا مشكله بتاعت مساحات. بالضبط. احنا ما عندنا مشكله مساحات، احنا ما عندنا مبرر للتوسعات الراسيه الضخمه. صح. الليله شغاله، بل بالعكس احنا عندنا مشاكل في البنى التحتيه بتاعتنا. اكيد. صح. عشان احنا نجي نقوم فجاه كده نقرر من راسنا انه يكون عندنا مجمع سكني كبير جدا فيه 8 9 ابراج، البرج الواحد فيه 12 طابق، الطابق فيه 8 شقق. صحيح. ده اللي حيتحمله منه؟ صح. ما في زول حيقدر يتحمله. احنا ما عندنا مبررات، المفروض احنا كمعماريين نكون ماسكين على خلينا نقول مبادئنا، وعلى انه احنا نبعد كتير جدا. انا بوجه الكلام ده لمعماريين كتار ممكن يكونوا حسي متابعيننا، انه احنا نبعد من المقوله بتاعت خلينا نسميها اطبخ يا جاره وكلف يا سيدي. ما كل ما يتمناه المالك انت المفروض تحققه له، لانه في حاجه اسمها الساتسفاكشن. الساتسفاكشن بتاعت المالك دي ما حتظهر الا بعد استخدامه للفراغ بتاعه. صح. وانت لو نفذت له الحاجه العايزه ما حيستخدم الفراغ. صح. حيجي بعد كده يقول انا ما خديت الكلام ده في مكان امين. صح. مسؤوليتك عليك. بوجه تاني للملاك، يا مالك ما تفتكر انه الحاجه التجاريه هي اللي حتريحك، لانه مبناك ده حيبقى هو مثال لتلوث بصري وعدم راحه للانسان اللي حيسكنه، او حتى الاستثمار اللي انت بتفكر فيه. لجهات رقابية خليكي حريصة جدا
على انه ما تمرر الحاجات دي وما نخلي السبهلليه شويه اللي احنا فيها، قد تكون اللوائح موجوده لكن تطبيقها ما موجود. صحيح. احنا لازم زي ما قلت قبالك نستصحب معانا الحداثه، تمسكنا بالهويه عمرها ما كان معناه انه احنا نكون بعيدين من الحداثه، بدليل انه من المعماريين المميزين جدا، يعني يمكن زها حديد واحده من المعماريات هي شغاله بحاجه اسمها العماره التفكيكيه وحاجات مجنونه كلها، لكن محافظه فيها على الهويه. جميل جميل. والمباني اللي يمكن من اكثر المباني المميزه كان عندها متحف يتعمل في الامارات، اخذته من شكل الكثبان الرمليه. فدي الهويه اللي احنا بنتكلم عنها. صحيح. صحيح. فانت ما معناه انه احنا حنقعد لسه في قطاطي وفي بيوت بتاع الطين عشان نحافظ على هويتنا، احنا حنحافظ على الهويه بالحداثه بتكاتفنا كلنا مع جميل. بعض باذن الله. يعني افتكر ده خير ختام. انا بالنسبه لي دي كلها رسائل مهمه جدا وقويه جدا وتشاركيه حقيقه ما بين المعماري وما بين المالك وما بين الاجهزه الرقابيه ما بين الحكومه ما بين التخطيط ما بين الناس اللي حابه انها تكون مرتبطه ولا تزال مرتبطه بثقافاتها وعاداتها تكون حاضره ما بين الناس اللي عايزه نوع المعاصره. كل السودان حقيقه بيسع كل المفاهيم دي، والتشارك ده هو اللي بيحقق فعلا الغايه المطلوبه، والغايه المطلوبه هي اللي بتحقق سودان جميل نظيف ما فيه تلوث معماري، بل بالعكس هو يكون جاذب كما هو، عشان ما يبقى انه السودان جميل باهله بس، لا هو جميل ككل من ناحيه معمار حضاره ثقافه انسان، حقيقه هو السودان دائما متميز. انا والله شاكره على الحلقه الجميله اللي انا لما تنبيكم الليله، وكلام حقيقه اكثر من جميل ورائع. سحنا ما زالت موجوده، الله السودان يحقق كل الامال اللي انتم شايفينها وبتطلعوا عليها ان شاء الله، ويجي جيل كمان جميل ياخذ كل المفاهيم الجميله المرتبطه حقيقه بثقافتنا وهويتنا السودانيه. شكرا جزيلا باشمهندس محمد الطيب ابراهيم، شرفتنا كثير، نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، شاكرين جدا ومقدرين لحضورك. شكرا لك استاذه ايمان ولكل اركان حربك القائم على هذه الحلقه، وهي منصه هامه جدا، وافتكر يعني نحن كنا بنفتقر لمنصات للمعماريين او عشان تخلق التمازج اللي هسه كنا بنتكلم عنه، نزوب الفجوات بين المالك والرقابه الجمال اللي اخذناه، ودائما الشخصيه السودانيه الجميله اللي بتدي روحها كمان للمكان وللمعمار. شكرا ومقدرة وشكرا لك، شرفتينا بالحضور. شكرا جزيلا لكم، وزي ما يتفضل الباشمهندس وقال احنا شاكرين برضو لانه تكون فعلا في منصات للمعماريين، وخلينا نستخدم شويه مصطلحات كده معماريه ونقول شكرا للتثاقف والتذوق اللي كان موجود. شكرا يا جماعه للتصوف للتثاقف والتذوق الموجود. شكرا لكم كمتابعين، نشوفكم ان شاء الله في يوم جديد إن شاء الله بالتفاؤل الجميل. عينيك الحلوة بالرياضة باين ليا اشراقة، باين ليا اشراقة، لكن عينيك تقاسمنا تعاندنا تعاندنا لريتنا مشتاقة. لما عيونك لعيوني تعاين كل الشعب في رمو
روشن باين كل الشوق نرموش مباين وكل الأحلام بكل أمانة بكل أمانة بكل أمانة بتقول الشوق 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 وعيونك تحكي تحكي كل